بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عندهم ايفون اكيد يعرفون الاير تاجز، هي قطعه تحطها مع اغراضك، مع مفاتيحك، شنطه السفر، وبالتالي لو في حاله قدر الله انت فقدتها تقدر عن طريق الخريطه انك تتحدد مكانها. هي تتصل باجهزه الايفون والايباد والماك اللي حولها عن طريق البلوتوث، وبالتالي هي تحدد موقعها بشكل تلقائي. فأنا موجودة عندي، مشتري 4، محطة مع مفاتيحي، إذا سافرت أحطها في الشنطة اللي أشحنها، وبالتالي أعرف وين الأغراض اللي أنا أملكها موجودة الآن في حال لا قدر الله إني أنا فقدتها. فكانت متوفرة للآيفون، لكن حقين الأندرويد كانوا مساكين ما عندهم مثل هذه القطعة. فالآن جوجل أعلنت عن خدمة جديدة، اسم الخدمة هي فايند ماي، حتى نفس الاسم اللي استخدمته ابل بتطبيقها الفايند ماي. فهي هنا بدل ما تتصل بالايفون هي راح تتصل مع اجهزه الاندرويد من اي مصنع، سواء كان سامسونج، موتوريلا، ناثينج، شاومي، او اي جهاز اندرويد قريب منها، بشرط انه يكون محدث الى اصدار الاندرويد التاسع، ومحدث الجوجل بلاي سيرفيسز الى اخر شيء، وايضا تكون مفعل البلوتوث ومفعل خدمه المواقع، وحاليا ما هي متوفرة إلا في أمريكا وكندا، راح إن شاء الله في القريب العاجل تكون متوفرة في باقي دول العالم. ما أعرف ليش حددوا الدولتين هذه، لما نزلت الأبل كانت لكل الدول. طريقة تعريفها مثل الآيفون، تقرب القطعة من الجوال وبالتالي راح تظهر لك مثل هذه الشاشة، تضغط على كونكت وبالتالي راح تربط مع حسابك، وإذا فتحت التطبيق راح يظهر لك على الخريطة أماكن القطع اللي أنت شابكها فيها، فتقدر تحدد مكانها بكل سهولة، وتقدر انك انت تصدر لها صوت او منها صوت، وتقدر انك انت ايضا تشاركها مع احد. طبعا جوجل ما صنعت القطع بنفسها، راح تعاونت مع شركات، فبالتالي انت لو اشتريت من الشركات اللي متعاونة معها جوجل واللي حاليا شركتين، راح تظهر لك في صفحة واحدة مثل ما احنا شايفين هنا. طبعا مش المشكلة انه لو انت معك ايفون وواحد حط لك القطعة هذه، فراح يعرف مكانك وانت ما تحس فيه، او الايفون ما يعطيك تنبيه انه في قطعه تتبعك. ففي التحديث الاخير للايفون اللي بينزل ان شاء الله منتصف الشهر القادم، راح تتوفر هذه الخدمه، بحيث انه لو احد حط لك القطعه هذه راح يظهر لك تحذير على ايفونك انه في قطعه تتبع تتابعك. فجوجل وابل تعاونوا في الموضوع هذا. ففي شركتين الان، شركه اسمها تشيبولو، وفي عندها قطعتين، قطعه دائريه تقدر تربطها مع مفاتيحك مثل ما احنا شايفين هنا، وفي القطعه اللي على شكل مستطيله ومربع ونحيفه تقدر تحطها مع اغراضك. الشركه الثانيه اللي هي بيبل بي، او اذا كنت ناطق الاسم صح، فتجي بثلاث اشكال: الدائريه اللي تنشبك مع المفاتيح، الكرت اللي ممكن تحطها مع المحفظه، وايضا في قطعه ثالثه ممكن تشبكها على مثلا الريموتات. واللي عجبني في هذه القطعه انك انت تقدر تشحنها عن طريق اليو اس بي سي، ما يحتاج انك تغير بطاريه، تشحنها والبطاريه تستمر من 8 اشهر الى 18 شهر. هذه الميزه اعجبتني، وهذه فيها ميزه عن اير تاج انها جايه بتصميمات مختلفه تناسب الاشياء اللي انت بتشبك هذه القطعه فيها. من ناحيه التوفر، حتى الان هي متوفره، راح تتوفر في بدايه شهر 6، وفي عندهم خيارات مختلفة، والأسعار طبعا أكيد أرخص من الإير تاج، أي حاجة من أبل دائما تكون أغلى. فلاحظت أنه لما تشتري أكثر من قطعة راح يكون السعر أرخص من الإير تاج، وفي عندهم أيضا مجموعة أنك تشتري مثلا قطعتين دائرية وقطعة الكرت. فزي ما ذكرت حتى الآن هي متوفرة، لكن راح تتوفر في نهاية شهر 5 أو بداية شهر 6. فلو كان عندك اجهزه اندرويد الان الخيارات هذه متوفره. طبعا لو اشتريت هذه القطع ما راح تتعرف على ايفونك. اللي راح يصير انه لو احد حط لك القطعه هذه على سبيل المثال في سيارتك على اساس يتبع الاماكن اللي انت رايح لها، فراح يظهر لك تحذير على ايفونك، لانه جوجل وابل اشتغلوا مع بعض على اساس انه اجهزه الاندرويد تتعرف على الاير تاجز، وايضا الايفون راح يتعرف على هذه القطع من المصنعين المختلفين. انا مستغرب انه جوجل ما سوت القطع بنفسها، يعني مثل اير تاج مصنعه من ابل، راح تعاونت مع شركات ثانيه، لكن ايضا ابل متعاونه مع شركات ثانيه في خدمه فايند ماي، لكن اللي اشتهرت الاير تاج لانها من ابل. فإلا تقولوا لي يا اصحاب الاندرويد، هل راح تشترون مثل هذه القطع ولا لا؟ هذا اللي حبيت اوضحه، يعطيكم العافيه، ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.